المغرفة الكبيرة، حكاية من التراث القديم. توجد في السماء سبع نجوم كبيرة مشعة تشبه اللآلئ والماس. لنا مع هذه النجوم حكاية جميلة. إذا حاولتم جمع هذه النجوم فسترونها تشبه المغرفة الكبيرة. نعم فعلا إنها كالمغرفة. وقصتنا اليوم تحكي عن هذه النجوم وكيف أن الله جعلها كالمغرفة وله في ذلك حكمة. في يوم من الأيام حدث جفاف فظيع استمر لمدة 3 أشهر في إحدى القرى، حتى أن المطر لم ينزل أبداً، وليست الحبوب هي وحدها التي جفت في الحقول، حتى الأسماك في النهر ماتت بسبب الجفاف، ولم يبقى في الآبار ولا قطرة من الماء، وبالطبع لا يستطيع أي كائن حي أن يعيش بدون الماء، لقد أخذ القحط والجفاف مأخذهما من القرويين الواحدة بعد الآخر، حتى البقر والخيول لم تنجو من هذا القحط. وكانت تعيش في هذه القرية أم وابنتها الصغيرة. كانت الأم تعاني من مرض شديد وتتأرجح بين الحياة والموت. ما أرجوك، أريد قطرة ماء. أمي، بحثت البنت مدة طويلة كي تجد لأمها قليلا من الماء، ولكن دون فائدة لأن الجفاف وكما قلنا لم يبقي على أي شيء. يا إلهي ساعدني أرجوك، يجب أن أجد الماء وإلا ستموت أمي حالا. سأفعل أي شيء من أجل قطرة ماء، أين بإمكاني أن أجد القليل من الماء؟ دعت البنت طوال ذلك اليوم، وفي المساء وبعد أن انتهت من دعائها فتحت عينيها. كانت القرية تبدو جميلة كما لو أنها تغلفت بطبقة من المياه الفضية. لقد استجاب الله لدعاء تلك الفتاة فأرسل الندى. أمي، قطرات الندى، سأجلب لك قليلا من الماء حالا يا أمي. نعم. إنه الماء فعلا، ليس هناك أي فرق بين الاثنين. حاولت الفتاة أن تجمع ذرات الندى في مغرفتها، رغم ذلك فإن قطرات الندى التي جمعتها كانت قليلة جدا. جمعت كل الندى الذي تجمع حول بيتها. كانت الفتاة متشوقة لجلب كمية أكبر من الماء لكي تسقي أمها، ومشت وجمعت كل قطرات الندى الموجودة في القرية. قليلة جدا. لقد فقدت البنت الأمل في جمع قطرات الندى الليلية، فكل ما جمعته لا يساوي كرة صغيرة جدا من الماء داخل مغرفتها. أمي سأحاول من جديد. أمي قاومي. بعدما جمعت البنت كل الندى الموجود في الحقول وصلت إلى الغابة وقد هدها التعب والإرهاق. يجب أن أستمر، يجب. الماء، يا إلهي ماذا جرى لي؟ أرجوك يا إلهي ساعدني. بعد ذلك تحول ندى الليل إلى قطرات من الماء تشبه المطر،
وتجمع في السماء وبدأ يملأ مغرفة الفتاة. ليست قطرات الندى الليلي هي وحدها التي بدأت تسقط، وإنما كل قطرة ماء في السماء. إنه الماء، نعم، وبكميات كبيرة. كلا، أنا أستطيع أن أتحمل، سأذهب لأمي حالا. كانت لدى الفتاة رغبة قوية لشرب الماء، ولكنها آثرت أن تسقي أمها أولا ولا تفرط بأية قطرة من هذا الماء الثمين. وفي طريقها شاهدت البنت كلبا مطروحا على الأرض. يا للكلب المسكين، اشرب قليلا، اشرب. الفتاة ذات القلب الطيب فضلت الكلب على نفسها العطشة. في تلك اللحظة تحولت المغرفة الخشبية إلى مغرفة فضية رائعة. تعجبت الفتاة من ذلك، لكن الشيء الوحيد الذي كان يلح عليها هو أن توصل الماء وبأقصى سرعة إلى أمها كي تشرب. أمي، إنه الماء، لقد جلبت لك القليل من الماء. ماء؟ نعم يا أمي، فعلا إنه ماء حقيقي. اشربي يا أمي. شكرا، شكرا لك يا عزيزتي. شربت الأم قليلا من الماء وأعادت المغرفة إلى ابنتها. لقد ارتويت، شكرا لك، والآن اشربي أنت ما تبقى من الماء يا حبيبتي. كلا يا أمي، لست بحاجة للماء، أرجوك أن تشرب المزيد من الماء وحاولي أن تستعيدي صحتك وبسرعة، أرجوك. في هذه اللحظة تحولت المغرفة الفضية إلى مغرفة ذهبية. خذي، هيا يا عزيزتي، أسرع بالشرب، هيا، لقد شبعت أنا. لكن هيا. ماذا حدث لك؟ ماذا بك؟ أنا عطشان، أريد ماء، أرجوك. كان الرجل نحيلا وضعيفا كما لو أنه سيموت بعد لحظات. أمي، أعطيه الماء. شرب الرجل العجوز ما تبقى من الماء وأعاد المغرفة ووضعها على الأرض، وفجأة ظهرت مجموعة ماسات كبيرة. الماسات الكبيرة أصبحت تمثل النجمات السبع، والتي تشبه في شكلها مغرفة كبيرة في السماء. مطر، 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 يا للروعة، إنه مطر، مطر، مطر. لقد سقط المطر فعلا، لأن رحمة السماء واسعة، وحينما يشاء الله شيئا يقول له كن فيكون. وكانت تلك مشيئة الله، وسقط المطر على تلك القرية. استمر هطول المطر 3 أيام بلياليها. القرويون والأشجار والحشائش والحيوانات، كل ما هو حي عادت له الحياة والنشاط ثانية. منذ ذلك الوقت صار الناس في تلك القرية يتناقلون قصة الفتاة الصغيرة وأمها. أما النجوم السبعة فهي تشع في السماء دائما لتذكرنا بتلك الفتاة ذات الأخلاق الحميدة، والتي كانت النجوم تراقبها عن كثب وهي تجاهد من أجل أمها ومن أجل الآخرين، وكيف أنها نالت ما طلبته من الله بعد أن جدت وسعت إلى الخير.